اهلا وسهلا بكم متابعي القناه، كنتمنى دائما تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديكم معايا في جوله في ايكيا. كنت بغيت ناخذ شي حويجه هكا شي منظمات يعني خاصيني، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا. كيف ما كيبان لكم ايكيا حلو حداها بزاف ديال لي زانسين، بحال ليفتيز، بحال اوركسترا، بحال الكترو بلانيت، بيان سور ناس بغاو ياكلوا، كاين حتى ماكدو. يعني ما بقاتش ايكيا بوحدها في هذه البلاصه، كانت شويه كتجي اش غنقول لكم بحال فوسط الخلاب بوحدها مقناطه. دابا ولات هذه البلاصه زوينه، عرفتي الوليدات كيلعبوا، ولا مثلا تعطل شي بغيتي تاكلي، المهم غير باش ديباني هكا من ماكدو. المهم عجباتني، وحتى ليفتيز اللي كاينه هنايا عجباتني بزاف بزاف. اولا كبيره، ثانيا فيها بزاف ديال لي موديل، وايضا حتى لي سولد، يعني بزاف ديال لي موديل اللي ما كنلقاهمش في يعني في الفروع ديال ليفتيز مثلا اللي كاين في المول اولا اللي كاين في تاشفين سنتر. فهنايا في هاد البلاصه هنا حدا ايكيا كاين بزاف ديال لي زارتيكل زوينين، سورتو الناس اللي بغاو كيكسيو وليداتهم. وبالنسبه للاوركسترا، الناس اللي عندهم هكا الوليدات صغار ولي بيبي راه زوينه بزاف، حيت اوركسترا جو بونس فيها غير الملابس ديال الوليدات، ما دخلتش ليها. ولكن بالنسبه لليفتيز فيها ديال الرجال، وفيها ديال النساء، وفيها وليدات وبنيتات، هادشي باش زوينه. واتمنى كتبقى على العموم جد مناسبه. المهم غير جامو البارطاج ونبداو الجوله ديالنا. اول حاجه مشيت لها هو هاد لو كوان كيحمقني، وهنايا في هاد لا فيديو هادي خديت القرار. المهم انايا هضرت مع الزوجه ديالي، قلت لي ما كرهتش بحال هاد لو ستيل، صورته عن قرب، خديت هكا دي فوتو، قلت لي ان شاء الله باش توريهم للقباص. بغيت ندير ان شاء الله مستقبلا، ماشي دابا، ممكن نفكر ان شاء الله باذن الله انني ندير بحال هاد لو ستيل هذا ديال هاد التقيوسات. كيف ما كيبان لكم راه كيجيو هما كيتصاوبوا غير بالقبص، عرفتي فنيين، وكيعطيو واحد الجمال ديال الصالون، وكيبدلوا ليه النظره. المهم هذا من بين لي بروجي اللي بغيت ندير، اللهم يسر، زوينين بزاف. وحتى ملي شفناهم عن قرب، وهذا يعني ماشي شي حاجه اللي واعره ولا شي حاجه اللي صعيبه، يعني سي فوزابل، ما غتاخذش الوقت بزاف، ما غتاخذش فلوس بزاف، والشكل ديالها انيق يعني جدا. انا حمقاتني. ايضا هنا جيت لكم لهاد لو كوان هذا ديال لي طابل. كيف ما كيبان لكم هاد لا طابل هادي ديال مقص ديال 649 درهم، تقريبا نفس الثمن ديال الحبوس، كنت شفتها واحد المره لو ميم بري اللي كاينه في الحبوس. كاين ايضا هاد لي صندغيي هادو 599 درهم، كيجيو ثلاثه كيف ما كيبان لكم، كاين في لو بلون وكاين في لو نوار. شو زوين هكا مثلا ديرهم في لو كوان، تيكون شي كوان خاوي سورتو مع لي صالون مودرن، يعني فين كيكونوا هكا لي فوتو تيجيو زوينين بزاف. ايضا كاين حتى هاد اللي كيجيو دائريين، كيجيو ديو جوج، كاين حتى هما في لو بلون وفي لو نوار. هادو الثمن ديالهم شي 1000 درهم جو بونس. فوالا كاين حتى هاد لو ستيل هذا لون العود، فوالا هادي مهبطه لها الثمن ديالها من 1795 ل 1905 ل 1200 عفوا و 95 درهم جو بونس، ولا 1295، ولكن كنهضر على الصغيره ماشي الكبيره بزاف. وعاده كاين هادي اللي معروفه، هادي ديال 89 درهم، زوينه حتى كشكل بيغو، واحد الصديقه كانت خداتها على شكل بيغو، خدات نيت كريسي جو بونس، كريسي خداتو من القريعه، وخدات هاد الطبيله هادي، عرفتي جات زوينه، كي ياكل فوق منها ولدها، كيلعب فوق منها، كيخطط وكيلون، زوينه عجباتني وكتمسح رائعه. وكاين حتى هادي حمقاتني، تخيلوا معايا دايره غير 4000 ريال، 199 درهم. وكاينين اللي راه وريتكم قبل، راه كاينه غير ب 75، يعني الطبيلات بادين تقريبا من 75 درهم. كاينه هذه 99 درهم النص ديالها، غير هي ما فيهاش داك التحت، كاينه بيان سور في هذاك اللون ديال العود وفي لو نوار. وعاده كاينه هذه، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره غزاله من التحت، هذه فن عاوتاني. المهم زيد الماء زيد الدقيق باش ما كتزاد الجوده والديزاين، باش ما كيتزاد الثمن. هنا باش كتعجبني ايكيا فيها الرخيص وفيها الغالي، بحال دابا بعض المرات مثلا انا لي شومبغ كوشي ولي صالون وداكشي، انا بالنسبه ليا ناخذهم مثلا من 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 بلاصه اخرى، غيطيحوا عليا لا كاليتي احسن وفي الثمن ارخص ياك. ولكن بالنسبه لهاد الشيء ديال لا ديكوراسيون لي رونجمون، داك الموبل، داك الموبل اللي تيكون هكا، دوك لي مابل صغار فهمتي، دوك الموبلات اللي كنبغيوهم حنايا كيكونوا غير صغيورين. نعطيكم غير مثال بحال هاد الموبلا تي في اللي غتشوفوا معايا، يعني الناس مثلا كيكونوا غير كاريين، عندهم غير مساحه مثلا صغيره في لا شومبغ كوشي، مثلا ميزون سكوندير تيبغيو يفرشوها بثمن اللي هو قليل. فانا بالنسبه لي زوينه، بحال دابا هادي موبل ا تي في ب 129 درهم فقط. مثلا شحال هادي قبل ما تكون ايكيا كنتي الا بغيتيها خصك تقلبي على بريق الناشف، ولا لقيتيها اولا توصي النجار، وما غطلعش لك 129 درهم. فهمتوني البنات؟ يعني هنايا كاين بحال هاد الهميزات، يعني كاينين في ايكيا. هنا بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي انا وليت كنديرها، زوينه بزاف صراحه. بديت بلا شومبغ كوشي لانني بدا ندير لي موبل، يعني نستغل الحيط.
بديت بلا طابل دو شوفي وبواحد لي زيطاجير قديتو بحال هكا. المهم استغليت هذاك الحيط كامل، يعني ما درتش شي حاجه اللي لاصقه مع الارض. وشوفوا معايا نفس لو كونسيب ممكن ديروها البنات في هذا لو موبل اللي كيجي في الدخله ديال الباب. شفتوا كيفاش كيجيو؟ هذا موبل تي في. شوفوا البنات ديك الارض اللي كتبقى هكاك خاويه، كيعطي يعني المنظر في عيني في عيني، كتبقاي مرتاحه، المنظر كيعطيك مرتاح وايغي. وفي نفس الوقت السيده ملي كتكون هكا كتشقى كتجفف كتمسح من التحت، كيبقى ما كتبقايش جري هنا دخل لك الماء هنايا، خاصك ضروري تدفعي هاد الحاجه هذه. المهم الناس اللي باقين يعني لا غيصاوبوا هاد القضيه ديال مثلا ولا غيشريو موبل تي في ولا غيشريو مثلا كومود ولا شي حاجه ولا ستيل مثلا بحال الكونسول في دخلات الباب، يعني من الاحسن اوبتيو على هاد القضيه ديال يكون لاصق في الحيط، تستغلوا الحيط غيكون احسن. هنايا بغيت نوريكم هادو هما لي رونجمون اللي جيت على قبلهم. شفتوا تهزيتهم، خديت هادو اللي فلوري في الاول ومن بعد حطيتهم اللي بانوا لي لي كولور اخرين، حيت هادو قلت هاد الفلوري من بعد يقدروا يطلعوا لي في راسي، وانا عندي العود وعندي يعني عندي يعني لون العود يعني في لارموار اللي كنصاوب جديد، وبغيت ليه بحال هاد لي رونجمون. المهم شفت راه كاين ديال الدوم، كاين ديال الافي بوا، كاين واحد الشكل بحال بلاستيك قاساح، كاين بحال هاد لو ستيل حتى هو اللي كيجي مزوق شويه، هذا ب 65 درهم ولكن انا عجبني هذا سورتو ان ملي شفتو محطوط بحال هكا وانا عندي تقريبا لا ميم كولور اللي كاينه في هاد لي زيطاجير هادو، عجبني جاني زوين، ماشي داك لو جونغ اللي غيجي يعني مزركش ولا ملون بزاف غيطلع ليا دغيا في راسي، فخديت منه غير هذا، خديت جو بونش شي ثلاثه. كون خديت مثلا هذا ديال 189 درهم غادي تقام عليا غالي، هادو بالنسبه ليا جاني جاوني يعني اثمنه مناسبه، وحتى الماتيغ ديالهم زوينه. فوالا انا غنوريكم اللوينات الاخرين اللي فيهم، راه ما فيهمش غير هاد اللوان، ملي مشيت لبلاصتهم لقيت فيهم دوطخ كولور. هنا بغيت نوريكم هاد الستيل هذا بحال بيبيوتيك، بحال شكل مكتبه، ولكن بزاف ديال السيدات كيستعملوه كارتيكل كومبليمونتير لي دريسينغ ديالهم. انا نيت ختي كانت خدات دريسينغ هنايا من ايكيا وخدات مثلا هذوك لي رونجمون، هادشي باش زوين كتاخدي كل قطعه بوحدها على حساب المساحه اللي عندك وعلى حساب البوزوان ولا الاحتياج ديالك، وعاد كتبقاي تقادي فيه. هادو زوينين سورتو مع لا طوندونس اللي ولات دابا، مثلا لي ساك كيبقاو باينين ولي شوسيغ باينين، فكيعطي واحد الشكل زوين واثمنه كتبقى على العموم جد مناسبه. شو يعني ممكن يجيو كمكتبات على شكل بيبيوتيك، اولا كي قلت لكم ديروهم على شكل دريسينغ، يعني ديرهم على شكل دريسينغ غيتقام عليكم رخص، اولا كي قلت لكم كموبل كومبليمونتير يعني يكون عندكم لو دريسينغ كيف ما دارت اختي وتحطوا واحد من هنايا واحد من الجهه الاخرى، المهم رائع يعني كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. هنا بغيت نوريكم كنجاوب حتى الاسئله ديال بعض المتابعات، كنت باقا عاقله واحد السيده شحال مره كتسولني على هادو هاد لي طابل بليه، قالت لي واش صحاح، انا قصتهم يعني صحاحين زوينين، ودابا جابوا فيهم حتى النوار، كان في الاول غير البيض والثمن غير 399 درهم. وبالنسبه للناس اللي كانوا يسولوني على لا ليفريزون، كنظن ان ايكيا هبطت الثمن ديال لا ليفريزون، يعني يمكن ولات كاتليفري غير بشي 100 درهم جو بونس، تعاودوا تاكدوا من لو سيت. انا كنت قريتها واحد النهار ولقيت حتى المتابعات كتبينها ليا، كنت قريتها هنايا في واحد اللافته كانوا دايرينها بحال هادو ديال لي موبل، وقالت لي حتى واحد المتابعه في لي كومونتير شحال هادي. هنا كنوريكم هاد الشكل الجديد اللي خارج في هاد لي موبل هادو ديال لا كويزين ام دي اف، كيجيو فيهم هاد الشكل هذا بحال زيكزاك. وشوفوا لو ميلونج ما بين لا كولور نوايي وما بين البيض، جا رائع. سورتو الكونسيبت جديد دابا اللي ولا لا طوندونس في لي كويزين، ان التحت ديال لي كويزين كاملين اولا اغلبيتهم يكونوا دي كاسخولي، فهمتوني، يكونوا مجيرات ودي كاسخولي، يعني هما كيجوني عمليين. وصراحه كنفكر من بعد الى مثلا بغيت شي نهار نبدل لا كويزين مثلا هذاك التحتاني كامل، حيت كتبدلي غير الفرصادات، الصنادق راه كيبقاو كتبدلي غير الفرصادات، هذاك التحت كامل ان شاء الله ان شاء الله، حيت انا عندي تقريبا ثلاثه ديال لي كاسخوليه في لاكويزين عمليين، ماشي بحال البلاكار كتبقاي جبدي قلبي من هنا، الكاسخوليه كتجبديه كله عندك كتنظميه كثر، كلشي كيجي باين، كتجبدي داكشي اللي بغيتي ودفعي المجر، وفيهم مساحه اكبر من البلاكار. فوالا هنا كنوريكم هاد لي موبل هادو، حتى هما كنحاول نعطيكم يعني افكار. هذا نورمالمون في ايكيا غالي، غتشوفوا معايا الثمن ديالو، ولكن في مرجان كاينين يعني فيهم الاحجام، الناس اللي عارفينهم، نيت عندي واحد دايره في لاصال دو بان
هانتوما هنا كاين ب 2263 في مرجان كيتباعوا تقريبا بحالهم غير هما ما فيهمش طاجيرات، فيهم غير العويدات، ولكن راه فيهم لي زيطاجير فهمتوني. كاين مثلا 199 كيهبطوا ل 129 اللي مويه يمكن 250 اللي كبارين كاع يمكن 300 درهم ولا 400 درهم زوينين، كتقدروا تحطوهم مثلا في الجنب كديروا فيهم مثلا لي سيريال ولا ديروا فيهم مثلا القطاني، اولا كاين ميم الناس اللي كيديروا فيهم غير الالات الكهربائيه، ديري فيها العجانه، ديري فيها الطحانه، ديري فيها مثلا شنو نقول لكم مثلا الاله ديال القهوه، يعني كاع لي زاباري ديال بانيني اي حاجه تحطيها فيها. وهنايا بغيت نوريكم هاد لا كولور جديده اللي خرجت في لا كويزين اللي هي هاد بحال فيغ او بحال بلو ازور، غزاله فنه 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 بيان سور راه ما كدارش في لا كويزين كامله، كضروري تخلطيها مع كولور وحده اخرى ما كاينش محسن من الابيض. وهنا كيبان لكم لو ميم كونسيبت، يعني غير لي تيغوار ولي كاسخولي اللي ولاو دابا لا طوندونس، وكيف ما قلت لكم والله الا كيجمعوا احسن من لي بلاكار، واللي كتفق معايا تقول لي في التعاليق. فوالا كنوريكم هنايا الشكيلات اللي كاينين، كتاخذوا حتى افكار. انا هادو كانوا لي كود كور، ديما فين ما كنمشي لايكيا ضروري ضروري ما نمشي لهاد البلاصه، ضروري كيعجبني هاد الستيل ديال العود كيحمقني، غير هو بالنسبه للتنظيف انا كنهز الهم دائما للتنظيف. بحال دابا الام دي اف ساهل في التنظيف، كديري غير داك الماء ديال الزاج وكيتمسح، مي هادو شويه لونتروتيان ديالهم صعيب. فوالا هنا واحد السيده كنت واحد المره نيت صورت ايكيا وسولاتني على هاد سطح المطبخ، انا راه واحد المره راه كنت وريتهم لكم حتى في مسيو بريكولاج، كيتباعوا في مسيو بريكولاج وكيتقاموا عليكم رخص. وهنا نفس القضيه اللي كنت قلت لكم في لي دريسين كاينه حتى في لي كويزين، يعني مثلا عندك واحد لا كويزين مثلا لقيتيها في شي ابارتمون وبغيتي تزيدي غير واحد الطريف، هنايا في ايكيا كيتباعوا بحال هكا، يعني على حسب العبار اللي بغيتي كتاخدي الطريف اللي بغيتي كيف ما كيبان لكم. زوينه هاد القضيه على حسب واش بغيتوهم كبار صغارين ولا بغيتوهم كبارين، بحال هاد الشكل اللي كنوريكم هنايا. انا كنحاول الحاجه اللي فيها لو بخي راه كنشدو لكم، ورا كبارين راه غير دايره بلون لارج، عرفتي تخيلوا معايا هاد المجر، هذا المجر والله الا تحطي فيه ان بيبي ديال 2-3 سنين ما يبانش، يعني فريمون تيهزو. وهنايا واحد الجوله في هاد فهاد البلاصه هادي ديال يعني ديال ليلي وداكشي، انا صراحه يعني كيجيوني الاثمنه ديال الناموسيات المهم ديال لي شومبغ كوشي اون جينيرال تيجوني شويه غاليين عندهم وماشي شي صح فهمتوني، يعني مثلا السيده اللي غطرحال اولا غتمونطي وتعاود ديمونطي صافي غتعرفوا صافي مشى، يعني في بلايص اخرين ولا بحال كيف ما كنصور لكم في اميره كلاس كتديو الصح والعمل وثمن مناسب وحتى الديزاين. فوالا هنا كنوريكم هاد المنظمات هادو 20 درهم فقط، شتو زوينين حتى هما الا بغيتوهم لي شومبغ ديال الوليدات ديالكم او ميم حتى في لا كويزين، وكاينين في اللوينات كيف ما كيبان لكم 20 درهم. وهنايا غادي نهبط لكم لتحت فهاد البلاصه ديال المعينات وديال لا ديكوراسيون، حتى هي فيها كلكو زارتيكل غتشوفوا معايا، انا مشيت على حساب هذوك لي رونجمون اللي وريتكم خديت منهم، وحتى على حساب دوك الخنيشات اللي كنديروا فيهم بحال الساشيات اللي كيتسدوا بالسلسله كنديروا فيهم المنطات والحوايج هكا مثلا ديال مثلا شي موسم فات مثلا فات الشتوى كتحطي فيها لي زارتيكل ديال الشتوى الجديد ديال الصيف وهذا. المهم انا غنوريكم الشكيلات اللي كاينين، واتمنى على العموم كتبقى جد مناسبه. انا جوله في هاد المقيلات، المهم داكشي رخيص راه ما زوينش باش نجيكم صراحه، بحال دابا هذه ب 75 درهم خفيفه 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 خفيفه، يعني ما ماشي دوك المقالين اللي هما كبارين. جيت انا هنا باش نشوف المقارج حيت كان عندي مقرج ديال ايكيا وكان طاح وترسات لي غير ديك الغلاقه الفوقانيه واخا باقي مزيان جاتني عيبه، فهنا مشيت قلبت على المقارج ما لقيتهمش، واش انا ما شفتهمش ولا محطوطين في شي بلاصه اخرى ولا ما كاينينش اصلا، المهم ما لقيتهمش وقلت علاش لا هنايا نجي ندير لكم هنايا جوله. بغيتو الصح شي حاجه صحيحه كاينه في ايكيا بالنسبه للمعن المقالي ديالهم، ولكن غاليين فهمتوني، المقالي الكاسرونات، يعني بغيتي شي حاجه جوده عاليه ثمن طالع ولكن جوده عاليه كيف ما كنقول لكم. بحال دابا هذه كاسرونه ولكن الثمن ديالها كيف ما كتشوفوا معايا 549 درهم، وهذه راه دايره 99 درهم كتشوفوا معايا خفيفه، هذه غادي تستعملوها تقدر تستعملوها مره جوج وتقدر تبدا تحرق لكم حيت ماما كانوا عندها بحالهم، اللي مثلا مستعملينهم وزوينين يكتبوا لنا في التعاليق باش حنا نزعموا. كاين هاد لو سيت هذا ديال الكاسرونات حتى هو الثمن ديالو رخيص ولكن خفافين حتى هما خفافين حتى هما بحال ديال السلوك وصافي، هادو الثمن ديالهم 159 درهم كيجيو ثلاثه. وهنايا هذه اللي كانت كتعجب بزاف ديال السيدات هاد الطرف ديال العود كيف ما كيبان لكم اللي كنديروه فوق سطح العمل، يعني فوق الجرانيت ولا فوق البوطاجي اون جينيرال نقصوا منه 50 درهم كان ب 300 دابا غير ب 249 درهم.
هنايا كوطي بلاد ولي كوسان والخاميات وداكشي كنوريكم الشكيلات. اول مره يدخلوا هاد لي كوسان اون جين، انا مشيت على حساب واحد الشكل ديال الخاميات زوينين وكانوا غير ب 120 درهم جو بونس، لقيتهم بدا اولا زادوا لهم في الثمن، وبالنسبه للشكل اللي بغيت ما لقيتوش. كنصاوبت واحد الخيميات في بيت الناس وبغيت ندير هادو الوسط غير بوغ ديكوري، ماشي على حتى شي حاجه غير بوغ لا ديكوراسيون. مي ما عجبتنيش هاد الزواقه اللي لقيت، ولقيتهم زادوا لهم في الثمن، وهادوك اللي رخاصين 59 ما زوينينش كاع، ما فيهم حتى شكل. المهم هادو راه ب 949 درهم، كتاخدي جوج بيان سور ماشي الوحده، كتاخدي باكي فيه جوج. غير انا الزواقه اللي بغيت ما لقيتهاش، وهادو راه رخاص فيهم جوج كيف ما كيبان لكم. شفتوا انا راه صورت لكم الميتراج، كيجيو طوالين. غير هو ماشي الزواقه اللي كتشوفوا معايا هنا، واحد الزواقه اخرى يعني دوك اللي ب 59 درهم تقريبا زواقتهم خايبه ما زويناش. فوالا هنا جيت لكم لي رونجمون، هادو اللي قلت لكم خديت انا بحالهم في لو غري كيف ما كيبان لكم، كاين في لو روج، كاين في الفير او، كاين في النوار، كاين في هذاك اللي كيجي بحال هذا الشكل هذا. شفتوا معايا ان فير او كيجي بحال مزوق، شفتوا كلهم 55 درهم. والله الا غزالين البنات وعمليين هكا ليكم لا شومبر مثلا ديالكم نتوما ولا شومبر ديال الوليدات رائعين، اولا تحطوهم مثلا غير ديروا فيهم مثلا لعاب اولا، والله الا زوينين وحتى الثمن مناسب. المهم انا جاوني زوينين في لارموار. شوفوا معايا هاد لو روج هذا، النوار، الفير او كيف ما قلت لكم، ولو غري. وهنا هادو هما لي ساشي اللي قلت لكم انا جيت على قبلهم خديت منهم نيت كميه، والثمن 19 درهم و50. شوف شحال زوينين، ديري فيهم هكا مثلا الحويجات ديال الوليدات مثلا اللي ما غاديش يلبسوا، وديري فيهم مثلا جليلبات الى عندك، قفيطنات، دي مونطو، درت فيهم انا حتى دي جاكيت ديال الكوير ديال راجلي. المهم شي حاجه اللي ما كنستعملوهاش بزاف بيسكو درت هذاك لولي اللي فيه لو رونجمون وستت فيه كلشي، عرفتيه هناتني حق التنظيم ما كاينش بحالو. وبالنسبه للاثمنه اللي كتشوفوا يعني كتبقى عندهم اثمنه مناسبه 19 درهم. خديت الصغار وخديت حتى الكبار، انا غنوريهم لكم. شو راه كاين حتى هادو كبارين تاني بزاف 89 درهم على حسب لا كاليتي البنات. شو هادو كاينين ب 43، هانتوما عقلوا عليهم، انا غنوري لكم اللي فيهم واحد السمطه بحال، غنوريكم فيهم واحد السمطه بحال ديال اديداس، عقلوا على هادوك هما اللي ب 43 درهم. كاين بزاف، كاين الشكيلات والالوان، انا غادي نوريهم لكم، غنرجع لكم ليهم. كيبان لي حتى هاد المنظمات اللي كيجيو بحال هكا بحال الحديد، هادو الثمن ديالهم 119 درهم، كيجيو بحال متقبين شويه 119 درهم. شتو انا هادو هما اللي خديت في الاول، هادوك الفلوري كي قلت لكم ورجعتهم وخديت لو غري. ضروري ما كتاخدي كويسات وتاخدي طبيصلات ملي كتجي لايكيا. فوالا هادو حتى هما كانوا عاجبيني ولكن الثمن يعني شويه طالع 169 جير. اولا كي قلت لكم كنتو غديرهم في ان بلاكا يعني في شي بلاكا اخر، اولا غادي ديرهم في هادوك لي رونجمون اللي كيكونوا تحت ليلي، زوينه صراحه. تقدري كاع تزيدي مثلا شويه الورد شويه الخزامه معاهم وكتسديها، عرفتي ما كيتبدل اللون شي صورتي كتدي دايره شي حاجه بيضاء، ما كتكون فيهم غموله ما حتى شي حاجه، وبيان سور داكشي تيبقى منظم وسورتو انه ما ترونسبارون شويه، يعني كيبان لكم داكشي اللي لداخل. هنايا جينا للبلاصه ديال البولات والتريات وداكشي، بغيت نوريكم غير الجديد اللي جابوا، هما هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا في لارجونتي وفي الدوري. والاثمنه على العموم كتبقى مناسبه، راه كبارين البنات 528 درهم. هاكا مثلا يكون عندك صالون بلدي وديري فيه هاد التريه هادي ستيل مودرن، تجي زوينه بزاف. هادو يلاه جابوهم وداروا السولد في داك الستيل ديال الكره الارضيه، انا غنوريه لكم زويون. شوفوا هادو كيجيو ثلاثه شحال زوينين حتى هما، كاين هاد لو ستيل اللي بحال مخدوم بالدم، زوينين حتى هما. فوالا شتو كنوريكم، كنحاول نوريكم يعني الثمن ديال كل حاجه. فوالا كاين حتى هادو زوينين 219 درهم. غير واحد الحاجه ردوا البال البنات، في ايكيا كل حاجه كتباع بوحدها، بحال دابا لا ديكوراسيون بوحدها، البوله بوحدها، فهمتوني هذاك لو سيستيم اللي تيكون الفوق بوحدو، يعني كل حاجه كتباع بوحدها. ردوا البال هاد القضيه، ماشي في كل شيء، في كالكو زارتيكل. فوالا هذه هي ارخص وحده، هي هذه 49 درهم، مزيان انا بالنسبه ليا هكا مثلا شومبرا كوشي ولا مثلا في كويزين ديري جوج ولا ثلاثه هابطين تيتقاموا عليك رخاصين. بالنسبه لا ماتيغ ديال بحال البلاستيك القاصح، والشكل ديالو انيق زعما صراحه. هنا هذا هو الموديل اللي قلت لكم دايرين فيه برومو، شفتوه هو هذا اللي كيجي بحال الشكل ديال الكره الارضيه وكيتحل،
كاين 300 درهم، كاين 500 درهم على حسب الحجم ديالو، راه كانوا غاليين دابا ملي دخلوا كنظن لا نوفيل كوليكسيون سولداوهم. وعاد كاين هذا لو ستيل، هذا اندستريال، كيجي في شكل هذا لو ستيل هذا في الكويزين مثلا، في عندك مثلا شي بلاصه مثلا فيها العود وعندك شي طابلا مونجي كديريه من الفوق، الديزاين ديالهم زوينين وراه كبارين. بحال دابا اللي نقص لكم انا قصه باش تشوفوا معايا شحال كبيره، كبارين كيجيو عاطين واحد المنظر زوين. وكاين واحد الهميزه عجبتني هادي ديري لها، هبطوا لها الثمن من 699 هبطوا ليها ل 249 درهم، كديري فيها مثلا دوك البولات هكا اربعه زوينين بحال الشكل ديال العافيه، عرفتي غزاله وكتجي هكا بالميتال فوالا. وهنايا البلاصه ديال الزرابي حتى هي فيها كالكو سولد، بحال دابا مثلا هاد الطابي هادي اللي ممكن ديروها في لاشومبغ ديال البنيتات ولا الوليدات، هادي باش عجباتني يونيسيك، تجي بنيتات ووليدات زوينه، حيت فيها بحال هكا كيف ما كيبان لكم. والديزاين ديالها جاني ديال الوليدات 599 درهم وراه كبيبره. هنا كاين هاد لوستينا اللي كيحمقني هو هذا اللي كيجي بحال اللون ديال الرمله، كولور صابل ولا اروع، كنمشي ليه نيشان. انا غير كنمشي نحاول نمشي ليكم نسبق ليكم الاثمنه اولا لي بري مثلا اولا يعني كنقولوا حنايا الشكيلات اللي فيهم لو بري هابط اولا لي برومو. فوالا هذا مثلا ب 699 درهم من 1095، شوفوا يعني تقريبا هبطوا ليها تقريبا غنقولوا النص بالنص. هي هذه شتو كيفاش كتجي دايره، ومن الجديد ايضا اللي دخلوا هو هاد لو ستيل هذا، كيجي بحال البوكليت زوينه صراحه رائعه، ديزاين روعه روعه صراحه. والثمن داير 2595 درهم، هذه من الجديد. وكاين بزاف ديال الشكيلات يعني اللي ما بغيتوش هاد الكرات هكا بحالها كيجيو مع كبارين هاد لو ديزاين، كاينين شكيلات وكاين اخرين كيف ما كيبان لكم. فوالا هنا كوتي طابلو راه عندهم حتى لي طابلو، كنت وريت السيدات اللي كيطلبوا ليا دائما لي طابلو، كنت صورتهم ليكم في كاسه اللي كتكون يعني هي بارتي من ايكيا، عندها دي طابلو واعرين واعرين واعرين، سورتو اللي كاينه في طريق بوسكوره هذيك خطيره. وهنايا شفت حتى هاد البلاصه بداو كيديروا فيها دي طابلو كبار، كانوا ما كيعلقوهمش دابا ولاو كيعلقوهم، زوينه صراحه. كاين بحال دابا هادي دايرين دي سول بحال دابا هادي ب 99 درهم، شفتوا زوين. ولكن صراحه صراحه ديال كاسا احسن، ومن غير صورتهم السيدات اللي كانوا، انا كنحاول التعاليق اللي كيكونوا في الفيديوهات السابقه ديال ايكيا كنرجع وكنشوف يعني السيدات شنو كيطلبوا. وهادي راه كيجيو فيها 10، واحد السيده قالت لي شحال هادو كيجيو فيها 10، والديزاين اللي بغيتي انت كتكون فيها لاكول وكيمشيو ب 159 درهم. وهنا كنوريكم هاد لي رونجمون هادو تا خرج شوبانو ليا دايرين 32 درهم، شفتوا كنت غادي نخلص وبانوا ليا هما دو زوينين حتى هما، ممكن تستغلوهم هكا بالنسبه لا كويزين اولا. المهم كانت هذه جوله خفيفه ظريفه، كنتمنى ان يكون فدتكم ولو بشي حاجه اولا غير باش تعرفوا لي برومو اللي كاينين. فما تنساوناش من الجيم ومن البارطاج بالنسبه للناس اول مره كيشوفوا القناه، فما تردوش انكم تابوناو وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، مبروك عواشركم مره اخرى، وغادي نقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديده. Thank you.